مساءكم رضا من الرحمن، مساءكم ورد وفل وياسمين على عيونكم يا احلى متابعين في الدنيا. النهارده هنعمل غدا اقتصادي، هنعمل المكرونه الاسباجيتي والناجتس زي ما انتم شايفين كده. هنسمي بالله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. لو اول مره تشوفيني انا احلى اكله في مطبخ سجده زي ما انتم شايفين كده. جبنه حله وماده دهنيه زيت، ونزلت فيها بمعلقة بابريكا. يا ريت ما تحرمنيش من لمسة ايدك الجميلة باللايك والشير. ربنا يديمكو نعمة في حياتي يا احلى متابعين في الدنيا. نزلنا هنا بمعلقة من الثوم، ونزلنا بنص كيلو من الطماطم، وعليهم معلقة من هريسة الشطة، وعليهم معلقة من الملح، ومعلقة فلفل اسمر، ومعلقة كمون. لحد كده تمام. هنعمل احلى مكرونه اسباجيتي، والغدا ده يا جماعه هيكفي 5 افراد. هنعمل احلى ناجتس، وهنعمل مكرونه اسباجيتي. طبعا ولادنا كلهم بيحبوها. نزلت هنا بمعلقه من السكر عشان الحموضه بتاع الطماطم، ويعمل توازن بينه وبين الطماطم اللي انا حطيتها والتوابل، يعني ما يعمل لناش حموضه. جيت هنا بحلة وحطيت فيها مية سخنة بتغلي زي ما انتوا شايفين كده، ومعلقة من الملح، معلقة كبيرة، ومعلقة من الزيت، ونزلت بالمكرونة بتاعتي. وصلت معايا لحد هنا، ياريت اللايك والشير فضلا وليس امرا. هنا بقى بنسيب المكرونة بنقلبها عشان ما تلزقش مع بعضيها، وبنسيبها تستوي. وهنا رجعت بعد 10 دقايق بصيت عليها لقيتها مستوية. هنصفيها طبعا من المية بتاعتها. هنا التسبيكة بتاعتي جاهزة، وكنت حطيت طاسة وفيها مادة دهنية زيت. هنا بقى جبت الناجتس بتاعي حطه في الفريزر زي ما انتوا شايفين كده، ومقسماه على 10 قطع، يعني يكفي 5 افراد كل فرد قطعتين. طبعا الاكله ديت اقتصاديه، ولادنا كلهم بيحبوها، واسرع غدا للناس المستعجله. طبعا اليوم الدراسي بيبقى طويل، فبيرجعوا بيبقوا جعانين، فالاكله دي بيحبوها ولادنا كلهم. نزلت هنا بالناجتس في الزيت، طبعا الزيت كان بيغلي زي ما انتم شايفين، وهنا قلبته على الناحيه التانية بعد ما خد لون ذهبي. هنا هنبتدي بقى نشيله زي ما انتوا شايفين كده، واخد لون ذهبي جميل. هنطلعه على مناديل فويل بتاعه المطبخ. يا ريت يا جماعه المشاهده فضلا وليس امرا، وكله مردود باذن الله تعالى. الدال على الخير كفاعله. هنا كانت المكرونه بتاعتي بقلبها على التسبيكه الجميله اللي انا عملتها، احلى تسبيكه مكرونه. انا ما بحبش احط بصل بصراحه فيها، بحبها بالطريقه دي. شايفين اللون جميل والتسبيكه تحفه، اللهم بارك. وده كان غدانا النهارده الناجتس، وكان عندي حتتين كبده جميله كده طلعتهم وعملتهم جنب الغدا، وعملنا المكرونه الاسباجيتي. يا رب النهارده الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.